حسين بالله بدي واحد اصقع اصقعني بواحد الله يجعل لك العافيه يجعله يهطك ما يمطك عمل لك كرك كم خبزايا اخذتها من التماجه بحوب والله خذيت واجد لكن شكل ما بيحط راسي في الربقه اللي انت لا والله يجينا ابو كاتم بكره زي اللوز شكل ابو كاتم راح يشتغل شغله معك ابو حور والله شكل شو ابو حور لن يحور من هو منيب ابو حور لن يحور الابداع ليس وعندك شي كم من موهبه ابو حور ابشرك عندي اثنين شو هم مواهبك ابو حور ما بتتكلم هيك مع عمي ابو نبيل خليني ما بيعرف السعر شوية بحصة والله ما عندي فيك اسمع شو هالضالة والله شوف شد معي من يسار تخك بالزبرية ما بتعرف شباب الحارة والخيالة يا ابحور خيالتنا بالحارة جاهزين للخناق يا ابحور ولك ما شفت عندكم الا انكم تحبون تضاربون ليه شي اشكال بدها هيك شغل يا ابحور انت بفضل محمد انت خير بس يا جماعه خير شبحور كمل ابحور ابحور ابشر بس عملنا شربيه ابشر بس عاد ابو نبيل عندك بندق عملنا شي كاسه كرك وكرك عجب يا ابحور بدك كاسك عرك عرك ابو سعد بدك سعد عرك كرك وكرك عجم يا ابو حصه لا بدنا شي كاسه كرك بدنا نقلبها بالجزيره العربيه يلا عبر الكرك لكن الناس عم تحرق صوابعي يا ولك الله ان هذا العود انه غرق غرقان اكرك عجم اكرك عجم يا ابو اكرك عجم يا شباب بيخطي وكل شباب سؤال لو سمحت يا جماعة خير سؤال لو دخل فيك مزينك اليوم لو دخل عليكم واحد من هنا قالوا ايش عندكم جالسين لاخر الليل كل واحد اعطاك بقول وجهك لا بقول له بقول وجهك عندك غالي مسيومه على كم يا ابو هاي عيش عيش مسيومه شوف عمي ابو نبيل ابو ربع عندك غير القصه يا ابو ربع لا والله حاول تجيب لك غير القصه يا ابو ربع يلا اشرح ايوه خذ لفه في الحاره خذ لفه في الحاره ابو ربع شوف لي شباب شو استعجل لك شي قصه من هالشباب وتعال يا ابو ربع اسعاد يلا ابو فجر صلوا على النبي صلوا على النبي يا سيدنا محمد الله يجمعنا وياكم في الجنه قول امين وجعل المحبه بيننا دائما قول امين امين نبي من كل واحد سالفه ايش رايكم من زي سوالفك انت وياه وياه ابناني ما الله ياخذ عقله لكن عاد بو انا متاكد انه ما عندك الا عقل زي اللون وجايب عقلك انت اللي زي الحجر الكريم الله اكبر عليك اكبر عمرك ايش عقله شوي تابع بعد عني شباب صلوا على البارحه على طريق عطنا سالفه غير ثيابي واسعد قاعد عندنا هنا الساعه 3 قبل الفجر كم ساعه ابو بلال قال غازي الثياب يرى بيعطيكم سالفه قال اسعد طيب واذا ما في اسمعها ما في اسمعها بمشي قال يا رجل قال ما في اسمعها قول بتضحك ولا لا قول بقول هلك قال ما في اسمعها قول بتضحك تدري ايش اللي يعجبني في اسعد صدم كلب الله يكرمكم يكرم السامعين الملائكه وانا يجي يتصل على الشرطه السلام عليكم وعليكم السلام قال الشرطه قال ايه قال ابغى لي واحد يخطط الحادث هاي من عندك يا ابحور هاي من كيف هاي من تحت ابطك السالفي والله الا من تحت من خرك من خرك اسمع قال والله قال وين انت صاحب الحادث قال ايوه قال من هو الطرف الثاني قال كلب قالوا يلا مع السلامه تبي تتكلم ولا بس اوجه وخطط الحادث ابحور قاعد تقول سؤالك ابحور الله يصدعك بالخير يا ابحور انت مبطي وانت بتسولف يا عبد الله بلال شو بدك شباب لحظه الناس يضايقوا لحظه شباب الوضع اللي قاعد يصير الحين غلط نبي سالفه من كل واحد لا حديثك ليه انا في المدرسه انا ما في وضع ايش الوضع شباب الموضوع كذا ما يصلح والله ما يصلح يا احنا نتفرج يا احنا نتفرج على القشرات ولا كرسي اعتراف الحين اختاركم واحد نحزم المليار ما تفرق نحزم المليار ما تفرق نحزم جلس خشم خسرت خشم يا بسم الله عليك على خشم طيب طيب اسمح لي اختار خشم الرجال يا عبد الله يلا عبد الله احلامي كنت اعترف يلا 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 يلا
الله محيي اطلاق. ها في ما في يا ابو فيصل شادي ما في شو ابن عمي طيب هاي بده بيجي بده شيء حاله ما في ما في ما في اسمع ما في ما في اسالك ما في حط عندك حط عندك فوق الطيب فوق الطيب يا اخي نبي نوحد الصوت اوكي هذا سوينا قم اول بادي يا ابو تركي وظهور السامعين ايوه الاول ابو بلال ابو ماضي بدنا نبارك لاخونا سلطان السهلي الشيخ الجديد وهو رجل عدى وقدوده يستراح واحلى صبا يا شباب واحلى صبا توكل على الله يا ابو سعد فين امسكي ابو سعد احنا نعرف رجال ما نعرف امسكي يا ابو سعد يلا 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 ابو من عندك احمد يا رجال ابو بدر ابو حر ابو حر